هذا المشروع غير حياتي وغير حياة مئات بل آلاف من فريقي. الآن اللي غير سيارته واللي غير بيته واللي يدفع إيجار واللي يروح رحلات دولية واللي يسافر، فسعادتي والله عندما أرى السعادة في وجوه فريقي، سعادتي والله عندما أرى السعادة في وجوه أحبابي وأخواني، سعادتي والله عندما أرى فريقي بدأ يمتد وبدأ مشروعي يمتد إلى الدول. فلذلك يا أخواني الأفاضل، خاطرة من الخواطر، ادخل في هذا المشروع، لا تقل سأجرب. ومن يشاهدنا عبر السوشيال ميديا الذين لم يصلهم المشروع ويريدون الدخول، لا تقول أريد أن أجرب. المشروع مجرب، صناعة البيع المباشر مجربة، ودي أكسن مجربة، ودي أكسن ناجحة في الشرق الأوسط، ودي